أهلا وسهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع من كل مكان وجولة إخبارية جديدة من خارج الحدود. نبدأها بإعلان الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير عبد الإله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليه غدا الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض بحسب وكالة الأنباء السعودية. ونواصل متابعة أخبار النزاع الروسي الأوكراني، حيث أكد رئيس اللجنة العسكرية للناتو روب باور استعداد الحلف للمواجهة المباشرة مع روسيا، معتبرا أن أهداف موسكو الاستراتيجية تتخطى فضاء أوكرانيا. وقال باور إنه يجب إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لدول الحلف إلى المجال العسكري، واصفا مسألة إعادة التسليح بأنها أولوية للناتو الذي فقد احتكاره للمبادرة العسكرية. وكان نائب وزير الخارجية الروسي قد كشف أن دول الناتو تجري تدريبات على شن هجمات سيبرانية تستهدف مواقع الطاقة ومرافق حيوية في روسيا. من جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولز إنه سيفعل كل ما في وسعه لتجنب حرب بين روسيا والدول الأعضاء في الناتو. وقال شولز في مؤتمر صحفي: لقد فعلنا كل شيء لمنع تصعيد هذه الحرب إلى صراع بين روسيا ودول الناتو، وسنفعل كل شيء حتى لا يحدث هذا. جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي أعلنت فيه ألمانيا أنها ستسلم 14 دبابة ليوبارد، وستسمح لحلفاء مثل بولندا بإعادة تصدير دباباتهم، كما وعدت الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال 31 من دباباتها من طراز أبرامز إلى أوكرانيا قبل أن تتدخل بريطانيا بدباباتها من طراز تشالنجر 2. فيما أصر أولاف شولز على أنه على الرغم من أنه النزاع بين روسيا وأوكرانيا إلا أنه لن يمنع ألمانيا أو دول أخرى من دعم كييف بالمساعدات الإنسانية والمالية أو بإرسال أسلحة. وننتقل إلى أوكرانيا والتي قررت مصادرة أصول بنك نمساوي لديها بسبب تعاونه مع روسيا في الحرب الراهنة. وقالت مصادر إعلامية اليوم إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قرر مصادرة أصول من بنك راياف زن النمساوي وفرض عقوبات جديدة واستخدام الأصول المصادرة للأغراض الدفاعية بعد اتهام البنك بأنه شريك في الحرب على البلاد. وأوضحت المصادر أن الغضب الأوكراني تصاعد من الأنشطة التجارية المستمرة للبنك الدولي في روسيا. ونتابع جولتنا الإخبارية من الفاتيكان، حيث أدان بابا الفاتيكان البابا فرانسيس تصاعد وتيرة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعيا الجانبين إلى السعي الصادق لتحقيق التهدئة والسلام. وأكد البابا فرانسيس من ساحة القديس بطرس أن تصاعد وتيرة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي وصفها بدوامة الموت تتصاعد يوميا وتشكل عقبة في طريق تحقيق السلام بين الشعبين. وتطرق البابا فرانسيس إلى مداهمة الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين والتي أسفرت عن قتل 10 فلسطينيين، والرد الفلسطيني الذي أسفر عن مقتل 7 مستوطنين إسرائيليين قرب كنيس يهودي في مدينة القدس. ومن إيطاليا أيضا نتابع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بقلق واهتمام الهجمات على مكاتبها الدبلوماسية في برلين، حيث احترقت سيارة مسؤول بالسفارة الإيطالية وأيضا على القنصلية الإيطالية ببرشلونة، مشيرة إلى أن إيطاليا تحقق في تلك الهجمات العنيفة التي تتم على مكاتبها الدبلوماسية في الخارج. وإلى هنا تنتهي جولتنا الإخبارية من خارج الحدود، كنت معاكم أنا هناء أبو العزيز.